على صعيد اجتماعي الآن، يعاني الطفل عبد الرحمن منذ ولادته من تشوه خلقي، حالة دون تمكنه من الأكل والكلام وحتى مزاولة الدراسة. صاحب السبع سنوات أجريت له عدة عمليات جراحية خارج الوطن، واليوم هو في حاجة لاستكمال العملية المتعلقة بالحنك المشقوق البالغة قيمتها 200 مليون سنتيم. عائلة الطفل عبد الرحمن ترفع النداء للمحسنين من أجل مساعدتها في جمع المبلغ لإجراء العملية. التغطية لزميل معاذ بوعريسة. عندي طفل ابني مريض، عنده عدة عمليات، عنده تشوه خلقي في وجهه. درت له 6 عمليات من قبل في تونس، باك دو ليافر، الشفة الأرنبية نقولوا لها احنا، وشي والكاتيا سبيسيال، وصرات له فيها إنارة كور في الأوبيراسيون الأولى، عنده 2017، وحاليا عنده توحد حاد، ومازال تخصه أوبيراسيون. مزال تخصو اوبيراسيون لو فونت لثة تاعو فمو محلول. العملية تاعو دير بريس بسواردنا تقريبا 200 مليون، وانا العملية الاولين درتهم من قبل اللي كان عندي، درت له بهم العمليات، وكيما قدرت راني قدمت وجهي للمحسنين. نتوجه بالنداء من هذا المنبر الى جميع من في هذا القطر الحبيب أن يقدموا المساعدة ويد المساعدة لهذا الطفل الذي يرونه أمامهم الآن، وهو محتاج إلى مساعدتكم إلى هذه العملية التي يجب أن يعملها. وقد تكلم أبوه قبل قليل بحالته والمرض الذي هو فيه، فساعدوه بارك الله فيكم، توجهوا له يعني بالأموال التي يمكن ويتمكن من خلالها أن يعمل عملية لهذا الطفل.